هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل عندنا هنا سلطه خطيره، الحمص بالفلفل. بصوا بقى، هي حمص، والحمص ده يعني البروتين. عايزه اقول لكم ان هو حاجه خطيره لو اعتمدنا عليها في اكلنا. وطبعا الشتاء جاي، فمحتاجين فيتامين سي كتير. زي ست مسلم كده بتقول لك الشتاء وتغيير الفصول، فيتامين سي. عايزه اقول لكم ان ده فيه فيتامين سي رائع، مع ليمون، مع شويه مضادات اكسده من الفلفل الالوان، مع شويه مضاد حيوي من البصل. انت كده شكرا، بتكافحي. تاني عندنا هنا الحمص اللي مليان ايه؟ مليان بروتين وفيتامين سي، مع شويه ليمون اللي عندنا هنا فيتامين سي، مع شويه هنا فلفل الوان يعني مضادات اكسده، مع شويه بصل وتوم اللي هم دايما بنقول مضاد حيوي طبيعي. انت كده شكرا، بتكافحي البرد بالاكل الطبيعي، ولا محتاجه بقى فيتامينات ولا محتاجه اي حاجه. طيب الوصفه دي احنا ممكن نعملها زي ما قلنا بطريقتين. تعالوا بس نقول المقادير، يلا بينا. هنا كوبايتين حمص مسلوقين، بصل جوليان متقطع، ممكن عادي بصل احمر، فلفل احمر رومي اهو برضو جوليان، عندنا بقدونس مفروم، ثوم مفروم، فلفل حار، ملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا، زعتر، ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون، نعناع فريش. بصوا بقى من الاخر، اللي بيحب حمص الشام هيحب السلطه دي قوي. انا هنا اخدت ثوم هتلاقوا هنا اهو، وهتلاقوا هنا برضو، انا جيت عليهم شويه. اوكي، فانا اوكي هخليها زي ما هي كده، وهنعملها سلطه خطيره. للناس اللي بتحب يا جماعه الحمص الشام هتتبسط قوي قوي من الوصفه دي. ليه بقى؟ تعالي اقول لك، البس الجوانتي بتاعي الاول وهقول لك حالا انا هعمل ايه. يلا، اول حاجه يا ست الكل، هتروحي جايبه البصل بتاعنا اللي احنا قلنا سواء يكون اصفر احمر براحتك خالص اهو. ماشي، نعمل كده ونحط الثوم عليه. بصوا، في السلطات ما بحبش اكتر من فص، في السلطات مش اكتر من فص. وعندي هنا بقى عندي شويه ايه، زعتر حلوين، الثوم حطيه كله. ونقول الو يا مدام سميره، وحشتينا. وانتي كمان يا حبيبتي. عامله ايه؟ كمان وحشتوني. الحمد لله يا حبيبتي. صحتك عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه الغيبه الطويله دي بقى؟ ممكن افهم؟ هقول لك انا بقى. اتفضلي قولي، عندك غياب. اتفضلي. طبعا. بس انتوا وحشتوني قوي. وانتي يا حبيبتي والله. بس غصب عني، اولا كنت في مصيف. رجليا التوت. الف سلامه. الحمد ايه ده؟ الف سلامه عليكي والله ما اعرف. يا حبيبتي. أيوة الف حبيبتي. الف سلامه عليكي. الله يسلمك. طب يا ايه الحاله؟ ايه قولي لي، طمنيني. متجبسه اهو الحمد لله، وقاعده في البيت. يا روح قلبي، لا ده انا لازم اجي لك والله. الله يخليكي يا بجد حبيبتي. والله الف سلامه عليكي، زعلتيني. بس معلش شويه وهتبقي زي الفل. الحمد لله. نعم. الحمد لله، هتبقي زي الفل والله. الحمد لله يا حبيبتي. حبيبتي الف سلامه عليك، ان شاء الله تقومي بالف سلامه، والموضوع يكون بسيط وتتعافي في اسرع وقت. الله يخليك يا حبيبتي. حبيبتي يا حبيبتي، بقول لهم اسلام سلامتك يا حبيبتي. سلامتكم انتوا الاثنين. اتحسدتوا ولا ايه؟ حسدونا. اتحسدتوا ولا ايه؟ الف سلامه عليكم يا حبايبي والله. الله يخليك. ربنا يديكم الصحه يا رب، وطولة العمر يا رب، وصحتكم كده يا حبيبتي. بجد تملى الدنيا كلها على كل حبايبكم يا حبيبتي. تعيش يا حبيبتي، وتسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي. فعلا كانت جميله قوي يا روحي. ايه رايك فيها؟ كنت كويسه كنت عملتها. يا نهار ابيض، ده انا هعملها لك واجيبها لك، ده انت الاستاذه. ربنا يخليكي، لاني انا بحب المعجنات قوي. استاذه في المعجنات يا جماعه، استاذه في المعجنات. مش عايزه اقول لكم بجد شويه حاجات بتعملها. لا انا ده تعليمك طبعا. لا. لا لا لا، انت استاذه من غير حاجه يا متواضعه. لا طبعا انتوا اساتذه والله. انا ما الا غير ان احنا بنفكر بعض بالحاجه، بنتكلم مع بعض كلمتين. انت بتعمليها احنا بناخدها منك الحقيقه. يا حبيبتي ربنا يخليكي والله، انتوا الاصل والله. يا حبيبتي ربنا يديك الصحه يا حبيبتي، وتقومي منها بالف سلامه يا رب. الله يسلمك يا حبيبتي. منها بالف سلامه يا حبيبتي.
حبيبتي. ميرسي يا حبيبي. حبيبتي سلمي لي على نفين وكل حبايبك. الله يسلمك، كانت عندي الصبح وقعدت تعيط. طبعا يا حبيبتي، طبعا حبيبتي ان شاء الله تقومي منها بالف سلامه، سلمي عليها كتير. ميرسي يا حبيبي، الف سلامه عليك يا حبيبتي. سلام اللي تصدقوا يوصل حبيبتي. يوصل يا روحي. باي يا حبيبتي. باي. السلطه دي بقى في القلب هنا ليه بقى؟ خطيره. ليمون، كمون، ملح وفلفل اسود، سمنه، بصل، فلفل الوان اللي هو احمر، شعراي الثوم. هتاكلوها حرفيا هتحسوا ان انتوا بتاكلوا او بتشربوا حمص شام. تحفه تحفه. تعالوا نقدمها بقى في الطبق. ماشي. الحلو بتاعنا ده اللي افتكرته وههريكوا بيه اهو. وتعالوا بقى نروح لفاصل ونشوف هنرجع نعمل ايه تاني. استنونا.